لو الحكاية فيها إن فيتو هادي النيابة حضرة؟ حاضر يا فندم. المدعي بالحال المدني حاضر؟ حاضر يا فندم. هادي الدفاع حضرة؟ حاضر يا فندم. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، السادة أعضاء هيئة المحكمة الموقرة، وتعبر في تحقيقاتها عن آلام المجتمع وآماله. يا ريت تضيف القاعة حضرات، عشان ما تاخدش إجراء قانوني قصاد أي حد. تضيف القاعة. اتفضل يا أستاذ. وحملتم سيد الرئيس أمانة الحب بكلمة الله، فالحمد لله الذي شرع القصاص وجعله بيد خلفائه في الأرض، والحمد لله الذي وهبكم صفة من أسمائه عز وجل ألا وهي صفة العدل، والحمد لله الذي جاء بنا إلى ساحتكم المقدسة هذه لتسمعوا شكوى المظلومين وهي تناشدكم أن اقتصوا ممن ظلمنا وأرسلوا بهم إلى منصة الإعدام وغيابات السجون، وأنتم هادئون مطمئنون شاكرون لفضل الله الذي هداكم إلى هذا، فنصرتم الحق وارتاحت ضمائركم. جئنا إليكم اليوم نحمل أمانة تنوع عن حملها الجبال الرواسية، فالله أسأل أن يوفقنا إلى ردها لعدالتكم خير مرد، وأن يعيننا لتبليغها لعدالتكم خير بلاء. سيد الرئيس، إن قضية اليوم تبدو فيها الدنيا وكأنها خالية من الأمن والأمان. جئت إليكم اليوم شاكيا ظلما ينبغي إدراك معانيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الجبال، ويقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين. والآن أقوم بسرد الوقائع. تواجد أشرف رمضان في مكان الحادث لقيام صف سيارته. إطلاق محمد عبد المنعم النار مباشرة على أشرف رمضان، وذلك وفقا لأقوال محمد رمضان. إصابة أشرف رمضان بتجمع دموي بالضبط نتيجة طلقة نافذة. فمن الواضح يا سيادة الرئيس إن محمد عبد المنعم قد بات ليعقد العزم للخلاص من أشرف رمضان. أما عن سبب تواجد أشرف رمضان في مكان الحادث وهو قيامه بالحفاظ على سيارته وهي مصدر رزقه وقوتي أطفال، فهل يستحق ما حدث له؟ فهل ذلك جزاؤه؟ الإجابة بالطبع لا يا سيادة الرئيس، فإن ذلك المتهم أدى إلى دخول أشرف رمضان العناية المركزة وتواجده في حالة حرجة، فمن الممكن أن يؤدي إلى انتهاء حياته بوفاته. ففي هذه الحالة ما موقف الزوجة؟ كيف تكون قادرة على نفقة هؤلاء الأطفال؟ فتنص المادة 242 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات على أنه إذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو أدوات أو عصا أو آلات أخرى تكون العقوبة هي الحبس. أما عن محمد سعيد والذي فارق الحياة بالفعل وأدى ذلك إلى تدمير أسرة بأكملها من الناحية النفسية والمادية والمعنوية وتشريد أطفاله وفقدهم الأب وهو رمز الحماية والأمن لهم وهو الذي يقوم بالإنفاق عليهم ويعولهم، فمن الذي سوف يقوم بذلك الدور بعد وفاته؟ ولذلك أطالب بالتعويض عن الضرر الذي وقع على موكلي لما تسبب له من ضرر مادي ومعنوي جسيم. شكرا سيد الرئيس وشكرا لهيئة المحكمة الموقرة. أنا أشهد بالحق. أنا أشهد بالحق. ولا أشهد بغير الحق. ولا أشهد بغير الحق. اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك. محمود محمد بسيوني، 29 سنة، نقيب معاون مباحث، معاون مباحث الهندسة ومعاون مباحث الورق الصوتي. اتفضل يا أستاذ. قصة نقيب، قصتنا إيه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل إن تم إبلاغ الاسم بوجود مشاجرة في خلف السيما بمسجد الشهينة والرأي العرب. مواد صغرى زي وطر منك عقاب وصولك تلك البلاغ. ذهبت لتفحص الواقعة فورا. الفور يا ست نقيب؟ نعم الفور. إذا هذه الإجابة يا سيد الرئيس، يقول النقيب ما تم انتقاله على الفور لمكان الحادث، وسوف أطلع شرحه بعد قليل. ما هو الذي وصلت إلى تلك الحادثة يا ست نقيب؟ توصلنا إلى وجود مشاجرة بين الطرف الأول. صدق الله العظيم بعد الاطلاع على الاوراق وسماع شهاده
من محمد سعيد عبد القادر عمدا مع سبق الاصرار والتراصف ان بيتوا النيه وعقدوا العزم على الخلاص منه، فقد اعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا وبندقيه ناريه وفرد مرقوش وسلاح ابيض، وقاموا بالوقوف ورصدوا المجني عليا كما رجع من المستشفى، وقد قاموا بالقاء الاعيان الناريه عليا، وقد اقترنت تلك البنايه بجنايه اخرى وهي الشروع في قتل مراد سعيد عبد القادر واشرف رمضان فهمي احمد، وان الجريمه لا تتجزا من الجريمه الاساسيه، وقد قاموا اضرار اموال مملوكه لديهم، وقد عرضوا امن المواطنين للخطر وذلك بالصاق الاعياد الناريه في محل الواقعه، واظهروا ربط المجني عليه، واصابوا الاشخاص في الشارع محل الواقعه، حيث انهم عبدوا النيه على انتهاء حقي بالحقوق المقدسه بالمجني عليه، وهو حقه في الحياه التي لا تمثل الا من الله عز وجل، وان العداله نفست بان المتهم بريء حتى تسقط دمامه، حيث انه وقع في حزبنا في صدور ابدان المحكمه مستخلصا في ذلك ملء اوراق الدعوه وما تم من جلسات سابقه من تحقيقات ومرافعات. قد ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المواد الماده 304 فقره 1 وفقره 2 والماده 209 فقره 2 والماده 313 والماده 381 فقره 2 من القانون الاجراءات الجنائيه والماده 7 والماده 30 فقره 1 والماده 32 فقره 2 والماده 40 ثالثه والماده 41 فقره 1 والماده 43 والماده 45 فقره 1 والماده 46 والماده 60 فقره 1 وفقره 3 وفقره 5 والماده 230 والماده 231 والماده 232 والماده 234 فقره 1 وفقره 2 والماده 235 والماده 316 من قانون العقوبات والماده 1 فقره 1 والماده 25 فقره 1 مكرر والماده 16 26 مكرر 3 والماده 30 فقره 1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 من شان قانون الاسلحه والذخيره والمعدل بقانون رقم 1165 لسنه 1981 ومرسوم بقانون 6 لسنه 2012 بالبنود ارقام 1 و5 و6 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار السيد وزير الداخليه والبندين رقم 75 و77 من قرار السيد وزير الداخليه قانون رقم 2225 لسنه 2007 بشان المواد التي تحفظها حكم المقطعات. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز ولكم في القصص الحياه جو الالباب لعلكم تتقون.